وإلى حضرات الله آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وقربائنا وسائر المؤمنين والمؤمنات اللهم اجمع بيننا وبينهم بجنات الأمان اللهم بحقهم وبجاههم اسر عسيرنا وسدد أمورنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وقض حوائجنا وانصرنا على أعدائنا يا خير الناصرين يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في كل أمورنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام وسائر الخيرات يا رب العالمين اللهم اسقنا وإياهم من حوض نبيك سيدنا مصطفى محمد صلى الله اللهم ارزقنا وإياهم شفاعة نبينا مصطفى محمد صلى الله اللهم فرج أمة سيدنا مصطفى محمد صلى الله ربنا اغفر وارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظ لنا يا حفيظ من كل بلاء الدنيا وفيها فتناتها يا رب العالمين بمحل فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بحقه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم